في بعض الطيارات السياسيه دعت اللي هم ينزلوا مليونيه بكره ويتحركوا بمسيره ناحيه بيت السفير، ومسيره تيجي هنا قدام السفاره يحاصروا بيت السفير وهيعتصموا هنا. هو يسالك وحضرتك تجيب. ماشي يا شيخنا، ايه رايك مش حافظ، ايه رايك في المليونيه بكره؟ علم اليقين بوقفتكم التاريخيه عند السفاره الاسرائيليه وانزال العلم الاسرائيلي وتعليق العلم المصري كانت لها وقع كبير جدا جدا، وغيرت الاستراتيجيه الاسرائيليه، وعلمت اسرائيل لاول مره ان هناك شعب وان هذا الشعب لم ولن يرضى بإثارة نقطة دم مصري داخل أرض مصر أو خارج أرض مصر. ولذلك إسرائيل بكل غطرسة وبكل وقاحة بعد الحادث كانت لها شأن، ولكنها بوقفتكم التاريخية علمت أن وراء كل نقطة دم مصري شعب مصري بأكمله. ولذلك أنا أقول أي وقفة تاريخية فنحن معها ما دامت هذه الوقفة خالصة لله تبارك وتعالى ولصالح مصر ومستقبل مصر. يعني شيخنا حضرتك تؤيد الوقفة لمحاصرة بيت السفير الإسرائيلي ومحاصرة السفارة الإسرائيلية في مصر؟ هؤلاء اعتدوا على ديارنا وعلى أرضنا، أي أنهم دخلوا أجواءنا ثم أرضنا المصرية. هذا الاعتداء لابد أن يكون له وقفة معه، ونقول لابد للجيش المصري أن يسيطر على جميع أرض سيناء بعد هذا الاعتداء، لا اتفاقية كامب ديفيد ولا غيرها بعد هذا الاعتداء، فهم المعتدون ولن تترك مصر لعدوانهم مرة ثانية. نعم، يعني حضرتك يا شيخنا ترى إلغاء اتفاقية كامب ديفيد ولا اللي تعادلها، يعني حضرتك ترى إلغائها تماما يعني بعد هذا الاعتداء؟ نعم. على أرض مصر لا سلام مع إسرائيل. نعم، جزاكم الله خيرا في النهاية. بالتوفيق إن شاء الله.